أهلا بكم من جديد. تعتبر الأحلام نوعا من النشاط العقلي الذي يحدث داخل المخ خلال النوم. بعض تلك الأحلام قد تكون مزعجة وتسمى بالكوابيس. فقد نشر موقع ديلي ميل البريطاني نتائج دراسة قام بها فريق من بريطانيا والسويد لمعرفة سر الكوابيس المزعجة التي يراها النائم. وأفادت النتائج بأن هناك اختلالا بين منطقتين في الدماغ على كل من الجانبين الأيسر والأيمن، وهو المسؤول عن تلك الكوابيس المزعجة. وأثبتت تلك الدراسة أيضا أن الجانب الأيسر هو المسؤول عن إظهار تعبير الغضب أثناء النوم. سنتحدث عن ذلك مع ضيفتنا نسرين الدباس، أخصائية في الطب النفسي. صباح الخير. أهلاً صباح النور فيك نسرين. بداية يعني إن شاء الله الناس اليوم كل أحلامهم كانت سعيدة، لكن في ناس بتعاني فعليا من الكوابيس بشكل متكرر. خلينا نشرح موضوع الكابوس كيف بيطلع بالليل. طبعا هلا قبل ما نحكي شو الكابوس خلينا نعرف بالاول الحلم، وانت يمكن حكيتي شوي انه الحلم هي تخيلات بتصيب الشخص النائم. فعليا شو الهدف او ليش بتصير الاحلام؟ لهلا العلم ما قدر يثبت نظريه واضحه او اكيده، ولكن اللي بنعرفه انه الاحلام بتصير تقريبا على شكل مراحل في الليل. فكل ما دخلنا في مرحلة الحركة تبعت العينين السريعة هون احتمالية الحلم يصير أكتر. عشان هيك إذا بتصحي شخص نايم خلال هاي المرحلة واللي بتصير أكتر إشي يعني آخر النوم، احتمالية إنه يتذكر الحلم أو الكابوس هو بيكون أكتر. عشان هيك اللي بدنا نحكي إنه الكوابيس هي فعليا بتصيب كتير من الناس، بس مش الكل بتذكرها. كل ما الكابوس واللي هو تعريفه حلم مزعج يعني بيصحي الشخص من النوم وبيصير مشاعر الخوف أو حتى الرعب الحزن الشديد كل ما كانت. هل هي مشاعر أوريدي بتكون مكبوتة عندنا داخلنا وبتطلع على شكل حلم؟ يعني هل هي طريقة للتعبير عن إشي مضغوط أو ضغطه للبني آدم أو الإنسان؟ هل اختلفوا العلماء على هذا الإشي؟ يعني إذا بدنا نرجع لقبل تقريبا 100 سنة أول واحد يمكن دخل كتير في هاي الأمور سيغموند فرويد، كان يحكي إنه الأحلام والكوابيس هي عبارة عن رغبات مكبوتة. هلأ العلم أكتر عم بتجه نحو إنه الكوابيس بتكون نتيجة توتر وقلق يومي، يعني أشياء بتصير معنا خلال اليوم فبتظهر على شكل كوابيس يعني عند الشخص. الكوابيس أكتر إشي بتصيب نحكي الأطفال اللي فوق سن 5، وكل ما كبر أكتر الشخص احتمالية الكوابيس بتصير أقل. نقدر نحكي تقريبا 50% من البالغين ممكن يصيبهم الكوابيس، على يعني ممكن مرة بالشهر إنه الشخص فعليا يتذكرها، بس إحنا فعليا نحلم كوابيس كتير أكتر من هيك بس إحنا ما بنتذكر. بس ممكن نصحى متضايقين وما بنعرف ليش، أو ممكن نصحى مبسوطين إذا حلم جميل بس برضو ما بنتذكر. بالضبط. كل ما كانت المشاعر المربوطة بالحلم أو الكابوس أكتر أو حد يعني حادة أكتر، يعني إذا كان رعب أو فرحة كتير هاي لا الشخص بتذكرها أكتر. بالذات إذا مثلا الكابوس كان مرعب لدرجة أنك ما تقدر ترجع تنام، فهون لا أنت على الأغلب ما رح تنسى. إذا ما كان هالقد عامل قلق ورجعت نمت رأساً، لا هون بأغلب الناس بتنسى الكوابيس. الكوابيس المتكررة هاي مش كتير يعني موجودة فعلياً، هي ممكن موجودة بواحد بالمية من المجتمع. إيش بيكون وقتها هاي الحالة في حال تكرار الكابوس على مدى فترات زمنية قصيرة؟ مزبوط. بالعادة هاي بتكون مؤشر لمثلاً اضطراب نفسي مثل القلق العام، الكآبة. يعني هذا بده يكون ليفل أعلى من القلق العادي. بالضبط. إذا وصل لمرحلة إنه يكون كابوس متكرر. مش دائماً يعني مش شرط كل إنسان عنده كابوس متكرر هو بيعاني من اضطراب نفسي، ولكن أغلب الناس ممكن يكون عندهم. وأكثر إشي الناس اللي عندهم الـ Post Traumatic Stress Disorder، اضطراب تنادر ما بعد الصدمة النفسية، الناس اللي بيدخلوا بصدمات وبيعانوا من أمور سيئة 80% منهم ممكن يعانوا من كوابيس متكررة. فإحنا لازم إنه نبحث عن السبب وراء إنه يكون ليش ممكن هذا الشخص عم بيحلم كوابيس ونحاول وقتها نساعده فيها. طيب خلينا نحكي إنه في شخص بيعاني هلأ من الكوابيس، كيف نتعامل معه من ناحية نفسية؟ وهل في علاجات خلينا نحكي حبوب أو شيء من هذا القبيل؟ حتى نعالج الكابوس أو الكوابيس بدنا نعرف شو السبب تبعها.
وفي كثير اسباب ممكن تؤدي انه الشخص يحلم كوابيس. من ابسط الامور انه الناس اللي بتاكل وجبات كثير ثقيله قبل ما تنام، هاي بتزيد الايض وبتزيد نشاط الدماغ قبل النوم. تعاطي الكافيين او الكحوليات بالذات قبل النوم. مثلا الحياة اللي فيها كتير ستريس وضغوطات خلال كل اليوم، كل حياة فيها ضغوطات وستريس للأسف الناس بتصيب يعني أكثر من غيرهم. يعني هل فعليا كل الناس تأثرهم بالضغوطات والقلق والتوتر بنفس الطريقة، ولا في ناس بيكون حساسيتهم مثلا أعلى فتأثرهم أكبر؟ يعني من شخص للتاني بتختلف الأمور، بتختلف كيفية التعامل، قد بيقدروا يتكيفوا للأمور اللي عم بمروا فيها. هل الستريس هذا إشي جديد فجأة ظهر أو هو مزمن وصار تعويد عليه؟ فنرجع نحكي إنه كتير ممكن يكون في أسباب للكوابيس. من أبسطها مثلا إنك تكون بلشت على دواء جديد. في كتير مثلا أدوية مضادات الكآبة، في أدوية قلب منومة. يعني فعليا بتلجأوا لهذا النوع من العلاجات؟ أنا عم بحكي عن لسه أسباب، يعني حتى الأدوية يعني نفسها ممكن تأدي، ممكن يكون إنه بسبب هاي الحبوب. إذا السبب هي هاي الحبوب، وقتها ممكن إنه المريض يستشير دكتوره إنه يقدر يوقف له إياه أو يغيره لإشي تاني. تمام. ننصح كيف العلاج بده يصير معناته؟ هلا إذا مثلا الكوابيس نتيجة دواء معين يتغير لإشي تاني. إذا لا بننصح الأشخاص إنه يحاولوا يعملوا ريلاكسيشن قبل النوم، يحاولوا ما يكتروا كافيين، دخان، إنه نتأكد إنه هي مش شغلة أعراض انسحابية من كحول أو أدوية منومات معينة. وفي علاج سلوكي بنقدر نعلم المرضى إنه مثلا يتخيلوا، بالذات الناس اللي بتعاني من نفس الكابوس أو الكوابيس المتكررة، يتخيلوا نهاية مختلفة للكابوس ويحاولوا إنه يكونوا إيجابيين أكثر. ولو بدهم يفكروا بالكابوس هذا إنه ما يتخيلوا بالضبط بالطريقة اللي بيصيبهم، لا يحطوا نهاية من عندهم وهيك. هذه الطريقة يعني يرسم سيناريو، يرسم سيناريو بهي اسمها بالإنجليزي Image Rehearsal Technique. هاي كتير أثبتت إنها ممكن تخفف أو تغير من مجرى الكوابيس عند الأشخاص. يعني هو بيصير يعطي لنفسه السيناريو المريح اللي بده اياه بالضبط. طيب اخيرا موضوع الخوف، يعني عاده في بعض الناس مثلا طلاب التوجيهي قبل الامتحانات، الخوف مثلا من الولاده للامهات الحوامل، فكره الخوف قد ايه ممكن تساهم بانه يكون في كابوس؟ بتساهم كثير، بتساهم لانه المخ بضل شغال، بضل افراز حتى الكيميكلز الكيماويات اللي في الدماغ بتختلف وقت الكوابيس، وقت الستريس سوري. فكل هاي الامور تلعب دور وبالتالي ممكن تظهر على شكل كوابيس بالليل. نتمنى احلام سعيده لكل الناس. أكيد. شكرا لك نسرين الدباس، اخصائيه في الطب النفسي. صباح الخير، كل عام وانت بخير. الله يسعدك. اهلا وسهلا.